تغيري تغيري. اشتمي اشتمي ده تماما. ده رايح يا عيال، انتوا ما بتشبعوش ابدا. وبعدين انا عايز افهمكم حاجه، الغيزي مش غيزه للمعده بس، لا في كمان غيزه للروح. عشان كده انا جايبكم النهارده في الساحي عشان نشوف الانترتينمنت. الانترتينمنت الترفيه، جايبكم تتفرجوا على الاراجوز. ده يابا اراجوز، بس مش دي، لا التاني اللي هو الخشب. الاراجوز اللي هو دي اهو اهو. ما هي الاحسن انت بتلحسها على طول يا هلا يا هلا. سيبك من الترانانسين والكلام الفارغ دي، انا زي ما بقول لك كده، انت هتطلع على الغد تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباخ وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين هو هيقع لوحده. بعد كده جيلنا صباع تاني. ماشي يابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحدة صحية في البلد كلها، هروح اتعالج فين؟ يا واد وحدة صحية ايه؟ ولو في وحدة صحية ايه اللي يوديك الوحدة الصحية يا واد؟ ولا اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنة اللي عندنا في البيت، الفرنة الفلاح الحلوة دي تظبطها على 220 على درجة حرارة وتدخل دماغك في صنيج.
ايه؟ بالرقبه انا عشان بحب الرقبه. دخل دماغك جوه كده اهو في الصينيه وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم. ايه؟ هي دماغك هتقع لوحديه. هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى مرضك بالمره. اهو تحديد اسمه ايه دي؟ تحسيس الناس. ايوه. وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنت انت صغيره على الجواز يا بيه. يعني انت تعرفي النعجه بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجه بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيال، بقول لك يا ابو العيال، اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شويه احسن بصراحه. يعني الفلوس اللي بتيجي من القناي محدش يعرف عنها حاجه. ايه بقى يا فاطمه؟ ما هو اللي بيجي من القناي على اللي بيجي بالحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك، وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطني تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطني تولدي، اقول لك سلام عليكم تجيب اتنين بدأ. طب وانا اعمل ايه يا ابني يا اخويا؟ وبعدين العيله عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ اه والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولدي. وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنت يا فاطمه، العيال دول ما بيحمدوش ربنا. ايوه مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا. هنتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. اه. عشان انا جاتلي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله ده ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا، انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده، انا هوريكم الخير كله. غفير طار وزع المعلوم. اه اها سنين و...
ونفسي في لحظه مرهم طرميصين. ما هي لحظه انت بتلحسها على طول يا هلا. يا هلا سيبك من الترنانسين والكلام الفارغ دي. انا زي ما بقول لك كده، انت هتطلع على الغد تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباق وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين هو هيقع لوحده. بعد كده جيلنا صباع تاني. ماشي يا بابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحده صحيه في البلد كلها، هروح اتعالج فين؟ يا واد وحده صحيه ايه؟ ولو في وحده صحيه ايه اللي يوديك الوحده الصحيه يا واد؟ ولا اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنه اللي عندنا في البيت. ايه؟ الفرنه الفلاحي الحلوه دي تظبطها على 220 اعلى درجه حراره، وتدخل دماغك في صنيج بالرقبة يا لي عشان بحب الرقبة. تدخل دماغك جوه كده اهو في الصنيج وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم هي دماغك هتقع لوحديه. هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى برضك بالمرة اهو تحديد اسمه ايه دي؟ تحسيس الناس. ايوه وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنت انت صغيره على الجواز يا بيه؟ يعني انت تعرفي النعجة بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجة بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيال، بقول لك اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شوية احسن بصراحة، يعني الفلوس اللي بتيجي من القناي محدش يعرف عنها حاجة. ايه ده يا فاطمة؟ ما هو اللي بيجي من القناي على اللي بيجي بالحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك، وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطني تحبالي، اقول لك مساء الخير يا فاطني تولدي، اقول لك سلام عليكم تجيب 2 بدأ. طب وانا اعمل ايه يا ابني يا اخويا؟ وبعدين العيله عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه، وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار، انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ابني وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنت يا فاطمه، العيال دول ما بيحمدوش ربنا. ايوه مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا هنتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك ايه يا شيخ حسان؟ طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جات لي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله ده ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا، انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده، انا هوريكم الخير كله. غفير طارق وزع المعلوم. الله اكبر الله اكبر.
سكر وزيت وسوق. يا بكره يا ناكر خيري تعرف زمان خيري من خير خيري. لحمه وسمني ادعوله ادعوله يعمل بيت ابوه. اه يا ولادي يا هلا سيبك من الترنانسين والكلام الفارغ دي. انا زي ما بقول لك كده انت هتطلع على الغد تجيب حته طين وبعدين تحط عليها شويه جلي وتحط عليها شويه سباق وتحط فيها صباعك عشان الصوابع دي اهم حاجه اليومين دول يا عيال. احنا من غير الصوابع ولا حاجه. تحط صباعك في الجله وفي الطين لمده 4 سنين هو هيقع لوحده. بعد كده جيلنا صباع تاني. ماشي يا بابا. يابا الفسافيس كلت وشي ومفيش ولا وحدة صحية في البلد كلها هروح اتعالج فيه. يا قد وحدة صحية ايه؟ ولو في وحدة صحية ايه اللي يوديك الوحدة الصحية يا قلبي؟ ولا اعمل ايه؟ انت تطلع على الفرنة اللي عندنا في البيت. ايه؟ الفرنة الفلاح الحلوة دي تظبطها على 220 ايه؟ اعلى درجة حرارة وتدخل دماغك في صنيج. ايه بالرقبه انا عشان بحب الرقبه. دخل دماغك جوه كده اهو في الصينيه وتشغل الفرن قد بتاع 100 يوم. ايه هي دماغك هتقع لوحديه هي والفسافيس ونخلص منك وهيبقى مرضك بالمره. اهو تحديد اسمه ايه دي تحسيس الناس. ايوه وانا عايزه اتجوز يابا. يا بنت انت صغيره على الجواز يا بيه. يعني انت تعرفي النعجة بتتجوز ايه؟ خروف. لا طبعا ما بتتجوزش خروف، بتتجوز عجل يا هبلي. اول ما تعرفي النعجة بتتجوز ايه هنظبطها. بقول لك يا ابو العيال، بقول لك يا ابو العيال اخد بالي من ايه؟ تاخد بالك كده وتركز مع العيال وتفك ايدك معاهم شوية احسن بصراحة. يعني الفلوس اللي بتيجي من القناية محدش يعرف عنها حاجة. ايه جرأيها يا فاطمة؟ ما هو اللي بيجي من القناية على اللي بيجي بالحمار اللي احنا مأجرينه للسياحي كله بيتصرف عليك وانت اللي كل شويه تجيب عيال تجيب عيال. اقول لك صباح الخير يا فاطني تحبالي. اقول لك مساء الخير يا فاطني تولدي. اقول لك سلام عليكم تجيب 2 بداء. طب وانا اعمل ايه يا ابني يا اخويا؟ وبعدين العيله عزوه يا ابو العيله. لا عزوه ايه؟ والله عزوه ايه؟ انا اعمل لكم ايه زياده عن اللي انا بعمله؟ وما انا بجيب لكم اللي بقدر عليه. وانتوا اللي طول الوقت عمالين تكتروا تكتروا تكتروا. انا مش قاعد لكم في الدار. انا مش في الدار. انا مش قاعد لكم في الساحه دي. لا يا ولد. وانا استنى يا ابو العيله. قومي يا بنت يا فاطمه. العيال دول ما بيحمدوش ربنا. ايوه مهما نعمل لهم وجايب لهم. يلا يلا. هنتوا كده على طول ابوكم يكروتني. لو كروتنا ما يحكمش. وعلى رأي المثل ايوه. بقول لك يا شيخ حسان. طلباتك يا عمدي. انا عايزك تاخد غفير طارق وتروح لاولاد ابو العيله دول وتجيبهم لي. عشان انا جاتلي فكري مش عارف ايه هي. ربنا يستر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال ادي انت وهو شباب العمدة عايزكم. وهيعوزنا في ايه العمدة داروخة؟ طب والنبي ما احنا رايحين. لا تجادل ولا تناقش واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا مولي الامر منكم. استغفر الله العظيم. يا جماعة الراجل ده شكله طيب والايمان هيبص من عينيه. وعلى رأي المثل تعالوا نشوفوا عايز ايه. اتكلنا على الله. يلا تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايه يا اولاد مالكم متضايقين من ابو العيله في ايه؟ ابو العيله ده ولا بياكلني ولا بيشربني ولا بيجوزني ولا بيعالجني ولا بيلبسني. اطمنوا اطمنوا انا هلبسكم واحد واحد. انا عايزكم بس يعني تنبسطوا كده. انا هوريكم الخير كله. غفير طار وزع المعلوم. اها شوفوا الحياة الجديدة اللي هتشوفوها. يلا
دي لحمة انت عمرك ما شفتها ولا ايه؟ ودي هنعرفها منين دي بس يا عمي؟ هنعرفها منين؟ هتعرفوا كل حاجة معايا. أنا هجلجلكم الجمعة الجاية فيه معرض للسلع المعمري. ادعوله ادعوله يعمل بيت أبوه. كمان ادعوله يعمل بيت أبوه. نحن نحمل الخير للقرية كلها. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. دي العيد بينها واقفة. يا ولادي الذين ايه كل دي سكر وزيت وسوق يا بكرة يا ماكر خيري تعرف زمان خيري من خير خيري. لحمة وسمنة ادعوله ادعوله يعمل بيت ابوه. اه يا ولادي. يا ابو العيلي. الله يا ابو العيلة. طلق يا ابو العيلي. اطلق دلوقتي؟ ايوه دلوقتي يعني ناو ناو.